الاكس بوكس سيريس اكس اخيرا وصل. مايكروسوفت واخيرا تطلق الجيل الجديد من جهازها المنزلي الاكس بوكس سيريس اكس. صندوق الجهاز يحتوي على يد تحكم مع بطاريات من نوع دبل اي وسلك الكهرب وسلك HDMI 2.1 لتحسين تجربة العرض وزيادة عدد الإطارات. خلونا في البداية نستعرض لكم شكل الجهاز والمنافذ المتوفرة. في الأمام قارئ الأقراص 4K UHD Blu-ray مع زر لإخراج القرص ومنفذ USB وزر لاقتران يد التحكم وطبعا زر تشغيل الجهاز. في الخلف عندنا منفذين USB ومنفذ الذاكرة التخزينية الخارجية من نوع SSD ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ سلك الانترنت. وفي ذاكرة تخزينية داخلية بحجم 1 تيرابايت من نوع SSD مع إمكانية زيادتها باستخدام المنفذ الخاص الموجود في الخلف إلى 1 تيرابايت إضافية، ويهدف إلى تشغيل ألعاب بدقة 4K وحتى 120 إطار في الثانية، ويدعم إلى دقة 8K أيضا في حال بعض الألعاب استهدفت هذه الدقة. وأهم التقنيات اللي يدعمها هي تقنية الراي تريسينج لتتبع الضوء في الألعاب لزيادة الواقعية في المناظر، تقنية صوت ثلاثي الأبعاد ودعم لتقنية الدولبي أتموس لتحسين تجربة الألعاب وخلق تجربة واقعية من ناحية الاستماع، خاصية كويك ريزيو أو متابعة اللعب بسرعة لتشغيل أكثر من لعبة والتبديل فيما بينها بدون أوقات تحميل. ومن أهم ألعاب الإطلاق الجهاز هي Dirt 5, The Falconeer, Gears 5, Assassin's Creed Valhalla وغيرهم كثير. طبعاً راح تستفيد من قوة الإكس بوكس سيريس إكس من ناحية سرعة التحميل والرسوم المحسنة وعدد الإطارات وغيرها. بالنسبة ليد التحكم الجديدة تم تحسينها في عدة نواحي وصارت مسكتها أفضل ومريحة وأصغر حجماً بشكل عام من السابق، وزر الأسهم تغير شكلها حتى تكون دقيقة خصوصاً لألعاب القتال، وتم إضافة زر جديد لمشاركة المقاطع والصور الملتقطة في الألعاب بسرعة. من الميزات الإضافية ميزة السمارت ديليفري أو التوصيل الذكي، وهذه الميزة تسمح بشراء الألعاب مرة واحدة في حال دعم اللعبة بهذه الميزة وتشغيلها بشكل مجاني عند شراء جهاز الإكس بوكس سيريس إكس، وبشكل تلقائي راح تختار الإعدادات المناسبة للعمل على الجهاز. والجهاز أيضا يدعم جميع إكسسوارات الإكس بوكس 1 وألعاب الأجيال السابقة من الإكس بوكس الأصلي وحتى الإكس بوكس 1 وبتحسينات تلقائية على الألعاب اللي راح تستفيد من سرعة الـ SSD وتقنية الـ HDR وغيرها. ما ننسى خدمة الإكس بوكس جيم باس أيضا بتكون مدعومة بشكل أساسي في الجيل الجديد، واللي تسمح لنا باللعب بأكثر من 100 لعبة باشتراك شهري. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.